السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم أنس من قناة المدينة المستديرة. تعرفنا بالدرس السابق على الـ iframe وشلون نستخدمه حتى نضمن صفحة الثانية بالصفحة مالتنا. اليوم خلونا نتعرف على التاج، هذا نستخدمه في حالة إنه عندنا إعلان نريد نبينه للمستخدم. خلونا نضيفه هنا فوق بداية الصفحة. فعلى سبيل المثال نريد نقول له إنه مثلا welcome، فقبل الناف بار هنزل التاج مالتي هو اسمه ماركي بهذا الشكل. نكتب داخله الحكي اللي نريد، فمثلا ويبسايت بالحفظ ونسوي ريفرش، نشوفه انه يطلع بهذا الشكل واوتوماتيكيا يتحرك. يفيدنا هذا التاج في حالة انه نريد مثلا انه نسوي اعلانات بالصفحة مالتنا، مثلا بداية الصفحة او نص الصفحة او مكان معين، وهذا الكلام نريده مثلا انه يتحرك حتى يبين كاعلان للمستخدم، خاصة في حالة انه عندنا حكي هواية فنقدر نخليه يصير هيجي. طبعا نقدر نأثر على الحكي اللي موجود هنا باستخدام بعض الاتريبيوتس. فواحد من الاتريبيوتس اللي نقدر نستخدمه هو الدايركشن، بالديفولت مالته هو يكون ليفت. في حالة انه اريد الكلام يطلع لي من هالجهة يروح لذيك الجهة اكتب له رايت، سوي الحفظ، سوي ريفرش، لاحظ انه الكلام مالتنا بلش يطلع من هاي الجهة، وبالحالة الطبيعية مالته هو ليفت. احفظ بهذا الشكل. بالاضافة لهاي اقدر استخدم مثلا اعطي اتجاه اللي هو الداون، في حالة انه اريد الاتجاه مال التكس مال تيجي من فوق ويروح لجوا، او عندنا الاب في حالة انه اريده يصير بالجهة الثانية، يعني يجي من جوا ويصعد لي فوق وهكذا. فخلونا نرجع على الليفت. بالنسبة للدايركشن عندنا صفة ثانية نقدر اللي نستخدمها او الاتريبيوت الثاني اللي نقدر نستخدمه هو السكرول اماونت، نقصد به السرعة مالته. نكتب scroll amount، خلينا نقول نعطي قيمة 1 ويرفرش، لاحظ انه طلع لي كلش بطيء بالحركة مالته. طبعا كل ما زيدت كل ما راح يصير اسرع. خلينا نقول هو 20، لاحظ السرعة مالته راح يصير كل سريع. فهذه الـ scroll amount أو هذا الـ attribute يفيدني في حالة إنه أريد أغير السرعة بالتاج مالتي. بالإضافة إلى هاي نقدر نستخدم attribute lock حدد لي الحركة مالته. فهسه مثل ما نشوف ان الحركة مالته باتجاه واحد، يعني يطلع من هالجهة يختفي من هالجهة ويرجع من جدة جديد يطلع وهكذا. فهذا الاتريبيوت هو اسمه behavior، فكرته انه معناه يعني السلوك مال التاج مالتنا. فخلني كتبه behavior، القيمة مالته الطبيعية هو scroll، أسوي حفظ، أروح أسوي refresh راح يبقى نفسه، أو أستخدم القيمة الثانية اللي موجودة عندنا اللي هي alternate. فكرته مثل ما هسه نشوف إنه التكست مالتنا في حالة إنه يوصل النهاية يرجع من جديد أو يستخدم بالحافة مالته ويروح وهكذا، فيبقى التكست مالتنا يظهر بهذا الشكل. يفيدنا طبعا هذا التاج مثل ما قلنا بداية انه في حالة عندي اعلان واريد ابين للمستخدم الاعلان مالتي.
فإنه أحط به كلام معين وأخليه يطلع، وأقدر أضبط الاتجاه مالته مثلاً أو السرعة مالته أو البيهيفير حسب الأتريبيوت الموجودة اللي نقدر نستخدمها ويا هذا التاج.